إيه ما ما تحكين إيه ما في واحد طالب إلي. شنو؟ طالب إيدك من منو؟ ومنو هذا؟ من أحمد أخوي، هو رفيج أحمد أخوي. وين شافك بالله؟ تذكرين سالفة الهوشة اللي بالمجمع لما رحنا أنا وفجرة؟ الظاهر إنه شافني وعجبته وصارح أخوي أحمد بالموضوع. وأنت شفتيه؟ الصراحة لا، بس هو بي ويجيب أمه عشان يشوفونك. وبالمرة تشوفينه ها؟ بالله عليك أنت وأخوك، تشوفين إن هذا وقت مناسب تفاتحوني بهالموضوع؟ ما شفتي خالتك بدرية؟ أجلت ملكت فجر أختك علشان إحنا نمر بظروف صعبة، وأنتوا الله يهداكم فاتحين موضوع مو مناسب.